يعني راح في باص واحد تاني واحد وراح جاب حضانات وجاي الدكتور بيقول لي ده لاقي تمرين هو ده لاقي دكتور معلش يعني المحافظ كان على التلفزيون يقول اتنين ثلاثة يعني كل عزبة الصوره عايزين نعمل حضانه فيها صحيه مستشفى يعني كليتي بين المنصوره فيها 3400 عزبه 3400 مستشفى 3400 دكتور ده انا ممكن ابني يعني سهل قوي ان انا ابني بس انا هجيب طبيب ريف تجديد 3400 دكتور بعد ايه 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 بعد اي